كده ورينجر مضربه ده فريق معايا هذا فريق فين الاربع لفات الاربع لفات دول ثلاثات فيهم ثلاثات وفيهم اثنينات سيبنا كله هنا ماشي عمال يلا بينا فاضل لي كده سمكتين سمكتين هاتي بس سمكتين كبار استاذ تامر كلمني بقى عن الفسيخ والرنجة هنا عندكم انتوا بتهتموا اصلا بايه الاول بص يا باشا احنا بنهتم الاول الاول بنهتم بمرعه السمك بنهتم بمرعه السمك اللي هي اكلها ايه وعايشه فين عايشه فين دي يعني ارض رمله ارض سمره لان دي مهمه جدا بالنسبه لنا تمام السمكه من جوه يبان هي من جوه عامله ازاي للزبون تمام اكلها من جوه عامل ازاي بص يا باشا ان شاء الله والله ادي السمك انا هنجيب لك بس حته صغيره معلش على فتحتنا اهي اللهم صل على النبي انتوا مسمينه تفاح الفسيخ احنا مسمينه ايوه فسيخ تفاحي تمام زي ما انت شايف كده السمكه بتبان من عينيها من عينيها قولنا بقى ازاي نعرف الفسيخ المضروب من السليم بص يا باشا الفسيخ السليم البوري الطازه بتلاقي عينه طالعه حمراء كده ده بيبقى سمك مطار ده سمك بحر ما تلوش في اي حته حتى الريحه بتاعته ما تلاقيهاش نفاذه واخد بالك ازاي هي دي الفكره كده انت واقف في المحل اهوت اسال اي حد برده مش هيشم الريحه اللي هي ريحه الفسيخ الطبيعيه دول الجامده يعني توصف غير ان احنا بناخد الفسيخه دي من التاجر بالضمان الفسيخه دي لو بايظه البرميل كله ياخده وانا بنبيع للزبون وانا بنبيع للزبون بنفس الطريقه اللي بنسلم بيها بالضمان اللي ما يعجبهوش بتاعنا الاسعار وصلت ايه بقى السنه دي والله 320 يعني احنا شغالين بما يرضي الله لا في استغلال ولا في اي حاجه وسمكه من اولها لاخرها بوري ما بنشتغلوش الطبار مش معنى كده ان الطبار مش كويس بس بتبقى سمكه هزيله في اللحمه بس يلا بينا دي ايه بقى الرنجه دي رنجه تصدير تدخين على البارد 72 ساعه تدخين ايه الفرق بينها وبين الرنجه العاديه هي دي يا باشا بتاخد راحتها خالص في التدخين عشان تحافظ على نسبه الاوميجا 3 اللي فيها تمام باستثناء الرنجه اللي هي العاديه بتتدخن في فران بتتدخن في فران الفران بتقعد مثلا 3 4 ساعات في الفرن وتطلع بتقل نسبه الاوميجا 3 اللي فيها لكن هنا انت بتحافظ على يعني بتاكل الزبون ممكن تخلينا اتنين جنب بعض كده نوضحها برده للساده مش هيلي معانا ايوه ده الفرق ده الفرق مش في الحجم كمان الفرق في من جوه هنا الاوميجا 3 هنا الاوميجا 3 عاليه جدا يعني ديت مفيده جدا بالنسبه حتى للي ما بياكلش رنجه وانا عنده نقص في الاوميجا 3 احلى من البرشام نفسه احلى من العلاج تمام ايه اسعارهم بقى النهارده ديت سعديش اسعار 160 170 180 المبطرخ كمان ودوت اسعار بتبتدي من اول 110 110 130 140 موجود منها اسعار كتير مختلفه شكرا جزيلا ايش عايز اخرج ولا نعمل ايه ايش